السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد مع منصة بريفاتو سنيور محمد الجبالي. مكملين مع بعض إن شاء الله تعالى. النهاردة هنتكلم على درس في غاية الأهمية لطلاب الثانوية العامة، طلاب اللغة الإيطالية. درس مهم جدا، ما بيغيبش في أي امتحان، خصوصا إن هو مرتبط بـ3 دروس تانيين إن شاء الله تعالى، فعايزين نركز كده. اقعد كده معايا مركز، بس في يعني ادينا من وقت حضرتك كده تركيز 1/3 ساعة او 25 دقيقة، وعايزك تحضر معايا كده ورقة وقلم وتقعد تكتب اللي انا هقوله بالظبط، ولو في اي حاجة مش واضحة سجل كده وابعت لنا، وان شاء الله تعالى ده نرد عليك في ان شاء الله تعالى الحصص اللي جاية. درس النهاردة يا شباب درس اسمه حروف الجر. هو درس من الدروس المهمة زي ما قلنا، لانه بيجي ما بيغيبش في اي امتحان، وخصوصا ان هو عامل مشاكل لبعض طلاب الثانويه، اللي ان شاء الله تعالى نتغلب على المشاكل دي ويبقى ما عنديش في تاني اي مشكله. خصوصا زي ما بقول هنشرح 3 دروس تانيين مرتبطين بدرس حروف الجر. طيب عندي ليه بروبوزيتسيوني، ليه بريبوزيتسيوني اللي هي حروف الجر في اللغه الايطاليه، حروف الجر بيقول لي بتنقسم الى حرف جر بسيط وحرف جر مركب. الاول يعني ايه حرف جر بسيط وحرف جر مركب؟ بيقول لي حرف الجر البسيط، حرف الجر البسيط هو حرف الجر بدون اداة تعريف، حرف الجر لوحده زي وان ودي وضا وسو وكون، دي اسمها حروف جر بسيطة. انما حرف الجر المركب اللي هنتكلم ان شاء الله تعالى عليه المرة الجاية في الحلقة الجاية مع درس مهم جدا تاني اسمه ظروف المكان او الاسبرسيون دي الوجو، حرف الجر المركب بيقول لي هو نفس حرف الجر البسيط زائد اداة التعريف، واحنا كنا سميناها ارتيكولو ديترميناتيفو، يعني اداه تعريف او اداه تحديد، اداه تعريف او اداه تحديد. ليه؟ لان هي حضرتك تقدر تحدد لك نوع الاسم اللي جاي بعدها. طيب زي ايه؟ يعني بيكون شكلها مثلا ال ديلا ضلو مثلا، وده ان شاء الله تعالى هنتكلم عليه في الحلقات اللي جايه. طيب حرف الجر البسيط اللي هو موضوعنا النهارده، حرف الجر البسيط بيقول لي حروف الجر البسيطة عندي حرف الجر أ، وعندي إن، وعندي دي، وعندي ضا، وعندي سو، وكون، وبير، وترا، وفرا. دي اسمها حروف جر بسيطة. ليه؟ زي ما قلنا لأنه حرف الجر بس بدون أي إضافات. طيب لكل حرف جر يا شباب اكتر من معنى واكتر من استخدام. يعني طبعا انا عندي حروف الجر دي اللي هي بالعربي من والى وعلى وعن وفي وهكذا. طيب بيقول لي اللي بيجي بمعنى الى او في بشكل مطلق هو حرف الجر ا وان، الى او في. هنعرف دلوقتي الفرق. دي بيجي بمعنى من مع بعض الافعال زي اسري دي انا اكون من، او بيجي بمعنى ملك ملكيه، اقول لك كويستا بينا اي دي عمر، القلم ده بتاع عمر. دا بيجي بمعنى من مع بعض الافعال زي فينيري او بارتيري، وبيجي بمعنى عند، اقول لك ايو فادو دا كارلو، انا رايح عند كارلو. سو بمعنى على او فوق، اي حاجه بمعنى على او فوق يبقى حرف الجر سو. يعني اقول لك مثلا تشي ونا بارتيتا سو كانالي تشينكو، في ماتش او مباراه على القناه 5، او ليبرو سونو سول تافولو، الكتب تكون على الترابيزه. كون بمعنى مع، او الفادو اسكولا كل ياميتشي، او ب او بواسطه، لما اقول لك فادو اسكولا كون لا ماكينا بواسطه العربيه او بالعربيه. ب بمعنى لكي او من اجل، اقول لك فادو اسكولا بير ستوديار، انا بروح المدرسه عشان ادرس. وكمبرو ريجالو بير لا ماما، اشتري هديه من اجل ماما. تراوفرا بمعنى بين او خلال. طيب يعني ايه لكل حرف جر اكتر من معنى واكتر من استخدام؟ يعني على سبيل المثال
لو جيت قلت لحضرتك حرف الجر اه ده حرف الجر اه ممكن اقول ايو فادو آ روما واقول نوي انديامو آ مانجاري واقول مثلا انكونترو لي اميتشي آ ميزو جورنو نقول مثلا كارلو فا آ سكولا آ بيدي فين حرف الجر يا شباب؟ أهو عندي أروما وفي أمانجارة أميزجورنو أسكولا و آ بيدي طيب في الجملة الأولانية بيقول لي يوفادو أروما أيوة أنا أذهب إلى روما سوري فبقول لي رقم واحد من استخدام حرف الجر آ بمعنى انتقال إلى وبيجي بعديه مدينة اثنين نوي انديامو مانجاري جاي بمعنى لكي ولازم يجي بعديه فعل في المصدر فعل في المصدر على الانفينيتو يعني لسه محتفظ بآري او بير او بيري تلاتة انكونترو ليميتشا ميتزو جورنو قال من استخداماته بمعنى قبل الساعة بمعنى في الساعة كذا اسكولا انتقال الى بعض الاماكن انتقال الى بعض الاماكن المحددة اللي حضرتك هتحفظها واخيرا ابيدي بقول لي مع وسيلة المواصلات الوحيدة اللي بتاخد اه اللي هي كلمة بيدي بمعنى مشي او سيرا على الاقدام طيب احنا عندنا حوالي 9 حروف جر وكل حرف جر ليه اكتر من معنى واكتر من استخدام عشان بس ما نضيعش او ما نتوهش من بعض في ان انا اكتب كل حرف جر باستخداماته هعمل لحضرتك ريسونتو او ملخص هام جدا لو حضرتك حطيته قدام عينيك وانت بتحل اي جملة على حروف الجر ان شاء الله مفيش جملة هتقف قدامك طيب هنتكلم على حروف الجر يا شباب او حروف الجر البسيطة من خلال جزئيتين هنتكلم عليها من خلال جزئيتين بس واحد بيقول لي يتوقف معنى واستخدام حرف الجر على الفعل المصرف ده امتى؟ بيقول لي لما يكون عندما يكون بعد النقط مدينة أو دولة تاني لما الاقي بعد النقط مدينة أو دولة عيني هتروح على الفعل المصرف لأن هو اللي هيحدد حرف الجر حضرتك الجزئية الأولانية لما تيجي تختار حرف جر لو كان بعد النقط مدينة أو دولة لازم عينك تروح على الفعل المصرف ليه؟ لأن هو اللي هيحدد حرف الجر يعني إيه؟ قال لي يعني عندي مثلا فيربو أنداري اللي هو بمعنى أيوة يذهب وفيربو أسر بمعنى يكون وفيربو فينيري بمعنى يأتي بيقول لي بيجي معاهم ثلاث حروف جر يا آ يا إن يا إما ضا أنداري بياخد آ وإن وضا أسر آ وإن وضا فينيري آ وإن وضا إمتى آ؟ قال لي لو كان بعد النقط مدينة يعني أروما إيه فادو أروما إيه سونو أروما إيه فينجو أروما بعد النقط دولة أو قارة يبقى إن نوي أنديامو إن إيطاليا نوي سيامو إن أفريكا إحنا نكون في أفريقيا فيني عندي إمتى استخدم معهم حرف الجر ده قال لي إذا كان بعد النقط شخص أو صاحب مهنة ما هو صاحب المهنة ده بيكون شخص يعني الدكتور المهندس المحامي أيا كان يبقى أقول إيو فادو نقط روما نوي
سيامو نقط أفريقيا وكارلو فا نقط باولو مثلا. عندي بعض النقط في الجملة الأولانية مدينة يبقى حرف الجر آه تمام. أفريقيا دي قارة، قارة أفريقيا يبقى حرف الجر إن. طب باولو ده شخص يبقى حرف الجر ده. بس قال لي خلي بال حضرتك إن فيربو فينيري ده في حتة زيادة خاصة بيه، جزئية زيادة خاصة بيه. لما أقول إيو فينجو نقط روما، هو ايه اساسا فادو سيامو فاو فينجو ده؟ دي تصريفات الافعال دي، وكانت عندنا في ثانوي يا شباب من الافعال ايفيربي ايريجولاري، الافعال اللي ليها تصريف مش قياسي او لازم يتحفظ. انضرب بايو فادو تو فاي لو يولاي فانو ياندياموا فوي انداتو لو روفانو اسر سونو ساي اي سيامو سيتي سونو فينيري فينجو فييني فييني فينيامو فينيتي فينجونو، لان هو مش هيجي لك في الامتحان الفعل في المصدر. طيب قلنا في حتة زيادة خاصة في فينيري، لما الاقي فيربو فينيري ومدينة اندارو مدينة اه بس اسر ومدينة اه، انما فينيري ومدينة قال لي يا اما اه يا اما ضا، الاتنين ينفعوا. الفرق في المعنى، فينيري اه يأتي الى، فينيري ضا يأتي من. يعني انا اقول لك انت فين، اقول لك ايه فينجو اروما، انا جاي لروما. انت بتكلمني مثلا من روما او من اسكندريه، تقول لي انت فين، اقول لك يوفينجو اه او ادا اليساندريا انا جاي اسكندريه. اقول لك انت فين، تقول لي يوفينجو دا اليساندريا انا جاي من اسكندريه. فينفع اه ودا؟ هتقول لي طب انا في الامتحان اختار ايه؟ هقول لحضرتك هو هتلاقي واحده من الاثنين بس. يعني اقول لك ايو فينجو نقط روما، وقول يا ترى اه ولا ان ولا دي ولا بير. او يجي يقول لي ايو فينجو نوات روما، ويقول لي يا ترى دا ولا ان ولا دي ولا بير. حضرتك بتحل سؤال الجرامر، او اتفقنا قبل كده وقلنا ان انت بتحل سؤال الجرامر على انه اكمل مش اخطر، على انه اكمل مش اخطر. انا المفروض بكون عارف الاجابة قبل ما بروح للاختيارات، ما اروحش ابص الاختيارات واشبه عليها. يعني ايو فينجو نقط روما من غير ما اروح الاختيارات، قلنا فينيري ومدينة يا اه يا ضا، حلو قوي. اروح للاختيارات اه مفيش ضا يبقى اختار اه. طيب ايو فينجو نقط روما، ما هي نفس المدينة اهي، سيفيربو فينيري ومدينة بياخد يا اه يا ضا، مفيش اه يبقى اختار ضا. انا مش هجيب لي الاتنين في الامتحان ده، لان الاتنين ينفعوا الاتنين صح. وبالتالي أندارو مدينة آه، إسرو مدينة آه، إنما فينيرو مدينة يا آه يا ضا، يأتي إلى أو يأتي من. في نفس الجزئية قال لي عندي فعل اسمه بارتير. يعني إيه بارتير يا شباب؟ أيوة بمعنى يرحل أو يغادر أو يسافر. فيربو بارتير من الأفعال المنتظمة. يعني إيه؟ يعني بشيل إير وببدأ أضيف النهايات بتاعتي اللي هي مع يو أو مع تو إي لو يولاي إيه نوي يامو فوي إيت لورونو أو الإيو بارتو تو بارتي لو يولاي بارتي نوي بارتيامو فوي بارتيتي لورو بارتونو. طيب قول لي الفيربو بارتير بياخد حرف جر من اتنين، يا اما بير يا اما ضا، سواء كان بعض النقط مدينة او دولة. حضرتك ليت الفيربو بارتير يبقى الدار على طول يا اما على بير يا اما ضا. الفرق الاولاني في المعنى ان هو بير بمعنى الى، ضاب معنى من. في فرق تاني ان شاء الله تعالى ناخده لما نتكلم على حروف الجر المركبة، وهو ان بير لا يدمج مع ادوات تعريف، وضا يدمج مع ادوات تعريف، وده هنتكلم عليه. زي ما قلنا عندي الفيرب بارتير ومدينة يا اما بير يا اما ضا، بارتير ومدينة يا اما بير يا اما ضا. يعني يجي يقول لي مثلا نوي بارتيامو نقط ميلانو، يقول يا ترى ا بير دي ولا ان، او يقول لي كارلو بارتي نقط ميلانو، يقول يا ترى ا ولا ضا ولا دي ولا ان. قلنا طالما بعد النقط مدينه اللي هي ميلانو
مدينة من المدن المشهورة جدا في إيطاليا بيسموها لا تشيتا ديل دينارو الموندو، عاصمة المال في العالم، وهي موجودة في شمال إيطاليا. بيقول لي نوي بارتيامو نقط ميلانو، قلنا بارتيري أول ما ألاقي بعد النقط مدينة لازم عيني تروح على الفعل المصرف. عندي بارتيري، طالما عندي الفيرب بارتيري ومدينة أو دولة يبقى يا إما يا بير يا ضا. أروح للاختيارات مديني اه وبير ودي وان، طالما مفيش ده يبقى اختار بير. او يقول لي رقم اتنين كارلو بارت نقط ميلانو، بارت تصريف فيرب بارتير مع لولاي عشان الفاعل اسم مفرد، بارتير ومدينه يبقى يا بير يا ضا، مفيش بير يبقى اختار مين؟ ضا. يبقى عند الجزئيه الاولانيه في استخدام الحروف الجر يتوقف معنى واستخدام حرف الجر على الفعل المصرف، على الفعل المصرف ده امتى؟ لما يكون بعد النقط مدينة او دولة، لان حضرتك لو انداري ومدينة اه فقط، انداري ومدينة ها اه فقط، فينيري ومدينة يا اه يا ضا، فينيري ومدينة يا اه يا ضا، الى ومن، بارتيري ومدينة يا بير يا ضا. عشان كده ممكن الاقي بعد النقط نفس المدينة روما، طالما الفيربو انداري يبقى بس، عند الفعل فينيرو وروما يبقى يا اه يا ضا، عند نفس المدينه روما بس مع الفيرب بارتيري يبقى يا اما بير يا اما ضا. عشان كده بنقول يتوقف استخدام الحروف الجر في الجزئيه الاولانيه اللي بنتكلم عليها دي على الفعل المصرف لما يكون بعد النقط مدينه او دوله. اول ما حضرتك تلاقي بعد النقط مدينه او دوله لازم عينك تروح على طول على الفعل المصرف، لان هو اللي هيحدد لك ويقول لك انا باخد مع المدينة أو الدولة حرف الجر إيه، مش كده؟ ده الجزئية الأولانية أو زي ما بنقول اللي هو في الدرس بتاعنا النهاردة اللي هو حروف الجر، اللي هو درس من الدروس المهمة جدا. ليه يا شباب؟ لأن حروف الجر من الدروس المهمة جدا. ليه؟ لأن هبنى عليها درس اسمه حروف الجر المركبة في الحلقة الجاية إن شاء الله تعالى، وكمان هاخد درس اسمه ليسبرسيون دي لوجو، الاتجاهات أو ظروف المكان، وكمان هاخد درس اسمه تشي وتشي سونو. مش بس كده، حروف الجر هو افضل درس للناس اللي عايزه تحل ميني ايميل او سؤال الرساله، لان كل جزئيه في الميني ايميل او كل اداه استفهام عندي في الايطالي لازم ليها حرف جر ينفع ارد بيه عليها، وده اللي هنتكلم عليه في حلقه ان شاء الله بتتكلم على الايميل او الميني ايميل او الرساله في الحلقات الجايه. فحضرتك هو درس ما بيغيبش في اي امتحان، موجود في القطعه، لازم عشان تحل من ايميل تكون عارف حروف الجر اللي بنتكلم عليها، وده الجزئيه الاولانيه اللي هو يتوقف معنى واستخدام حرف الجر على الفعل المصرف. يعني لما تلاقي بعض النقط مدينه او دوله لازم ايه؟ ايوه عينك تروح على الفعل المصرف. فاصل قصير ونرجع تاني نتكلم على الجزئيه التانيه، فابقوا معنا من خلال منصه بريفات. اشوفكم بعد وقت قليل. ورجعنا لكم تاني. طيب كنا بنتكلم في الجزء الاولاني من الحلقه على حروف الجر البسيطه، واتكلمنا على ان بيتوقف معنى واستخدام حرف الجر على الفعل المصرف ده امتى يا شباب؟ ايوه لما يكون بعد النقط مدينه او دوله لازم ابص على الفعل المصرف. هدي لك كام جمله كده سريعا قبل ما ندخل في الجزئيه الثانيه. يعني لما يجي يقول لي ايو فادو نقط روما، يقول لي يا ترى اه ولا ضا ولا دي ولا بير؟ اثنين يقول لي نوي فينيامو نقط روما، يقول لي يا ترى دي ضا بير ان، يقول لي لورو بارتونو نقط روما، يقول لي يا ترى اه ولا بير ولا دي ولا ام. زي ما كنا بنقول من شويه يا شباب، انا عندي بعض النقط في التلات جمل روما مدينه، على طول حرف الجر؟ لا يا فندم. ايوه لازم ابص على الفعل المصرف. اندار ومدينه يبقى اه بس، حلو قوي. طيب فينير ومدينه يا اه يا ضا؟ ايوه مفيش اه يبقى اختار ضا. بارتيرو مدينة ايوه يا بير يا ضا، مفيش ضا اختار بير.
عشان كده بنقول لما حضرتك تلاقي بعض النقط مدينة ودولة لازم تبص على الفعل المصرف، لان هو اللي هيحدد حرف الجر. اندارو مدينة اه بس، فينيرو مدينة يا يا ضا، بارتيرو مدينة يا بير يا ضا. وزي ما قلنا هتلاقي واحدة بس من الاختيارات او واحدة من الاتنين بس الموجودة. الجزء التاني بيقول لي يتوقف معنى واستخدام حرف الجر على ما يلي النقاط. الكلمة اللي بعد النقط هي اللي هتحدد حرف الجر. تفتكروا امتى يا شباب؟ ها يعني احنا الجزئية الاولانية كنا بنقول بيتوقف معنى واستخدام حرف الجر على الفعل المصرف، ده لما يكون بعد النقط مدينة او دولة. طب هنا مش هيفرق معايا الفعل المصرف، مش هيفرق معانا الفعل المصرف، تفتكروا ليه؟ ايوه لان بعد النقط، لان بعد النقط، بعد النقط لا يوجد مدينة او دولة عكس الجزئية الاولانية، وبالتالي الكلمة اللي بعد النقط هتقول لك انا باخد حرف الجر ايه. الكلمة اللي بعد النقط هتقول لك انا باخد حرف الجر ايه. يعني عندي الجزئية رقم الف في الجزئية التانية دي بيقول لي اذا كان بعد النقط وسيلة مواصلات، هي عندي ترينو، اوتوبوس، بولمان، ايريو، طيارة، مكن، عربية، تاكسي، التاكسي وهكذا. قال لي لو حضرتك ليت بعد النقط مدينة او دولة هتستخدم يا يا اما ان يا اما كن، بغض النظر على الفعل المصرف. طيب امتى استخدم مع وسائل المواصلات؟ قال لي مع كلمة اسمها بيدي فقط، بمعنى مشي او سيرا على الاقدام. يبقى اول ما الاقي بعد النقط كلمة بيدي مش فارق معايا الفعل المصرف، هختار اه. طب امتى ان؟ قال لي اذا كان بعد النقط وسيلة مواصلات بدون أداة تعريف. يعني أقول إن ترينو بالقطر، إن ماكينة بالعربية، إن أيريو بالطيارة. طب إمتى كن؟ قال لي إذا كان بعد النقط أو مع وسائل المواصلات وسيلة مواصلات واخدة أداة تعريف. يعني اقول لك فادا سكولا كون il treno، كون la macchina، كون l'aereo. يبقى اذا كان بعد النقط وسيلة مواصلات يا اه يا ان يا كون، بعد النقط وسيلة مواصلات يا اه يا ان يا كون، اه مع كلمة بيدي، ان مع كلمة مع وسائل المواصلات بدون التعريف، ان treno، ان macchina، ان aereo، كن مع وسائل المواصلات بقى التعريف، كن الترينو، كن لاماكينا، كن لايريو. وده طبعا بيبقى اجابه على سؤال اسمه كومي او كون كوالي ميدزو كومي، اللي بتساوي كن كوالي ميدزو اللي هي كيف او باي وسيله مواصلات. اقول لك كومي فايا سكولا، ممكن تقول لي ابيدي، ممكن تقول لي ترينو، ممكن تقول لي كون الترينو. يبقى اذا كان بعد النقط وسيله مواصلات بستخدم يا مع بيدي بس، ان مع وسائل المواصلات بدون التعريف، كن مع وسائل المواصلات باداه تعريف، ومش بيفرق معايا الفعل المصرف. طيب الجزئيه ب في الجزئيه رقم 2 بيقول لي اذا كان بعد النقط، بعد النقط ساعه، وده اجابه على سؤال اسمه اكي اورا، في اي ساعه، في اي ساعه. يعني اقول لك اكيورا فيا سكولا، في اي ساعه تذهب المدرسه، اكيورا تورني اكازا، امتى، في اي ساعه تعود الى المنزل، اكيورا ستودي، في اي ساعه تذاكر، اكيورا مانجي، في اي ساعه تاكل، ايا كان. سؤال مسبوب او اداه استفهام كيورا اللي هي كم ساعه، اكيورا عندي في اي ساعه. اي اداه استفهام يا شباب قلناها قبل كده مسبوب حرف جر، لازم حرف الجر ده اشوف في الاجابه. يعني ايه؟ يعني انا لما اسالك بالعربي اقول لك من اين تكون، بتقول لي انا اكون من. بماذا تذهب الى المدرسه، وتقول لي اذهب الى المدرسه ب. مع من تذهب الى المدرسه، تقول لي اذهب الى المدرسه مع. وبالتالي حرف الجر اه ده، او لو بعد النقط ساعه قال لي هشوف حرف الجر اه ده، يا اما بشكله البسيط اه، يا اما بشكله المركب الابوسترفو او الله. بعد النقط ساعه يا اه يا الله بصرف يا الله. امتى اه؟
قال إذا كان بعد النقط كلمة ميتزو جورنو أو ميتزا نوتة. يعني إيه ميتزو جورنو؟ أيوة اللي هي 12 ظهرا. يعني إيه ميتزا نوتة اللي هي 12 ليلا؟ يبقى بعد النقط ميتزو جورنو أو ميتزا نوتة هستخدم أه بس. طب أنت هلا بص، قال لي لو الساعة واحدة أونا فقط. الساعة الواحدة، الساعة الواحدة. طب امتى قال لي مع اي ساعة غير التلاتة دول او مع اي ساعة جمع من 2 ل 24؟ يعني اقول قال لي 2 قال لي 3 قال لي 4 قال لي 5 قال لي 8. اي ساعة غير التلات ساعات دول او اي ساعة جمع يبقى قال لي. طب حد هيقول لي مش 12 الظهر او 12 بالليل دي ساعة جمع؟ ايوه يا فندم، ما هو لو حضرتك قلتها كميتزو جورنو او ميتزا نوتو يبقى اه بس. انما لو قلتها قال لي دوديتش الساعة 12 او قلتها ك دوديتشي دي نوتي الساعة 12 بالليل يبقى ساعتها اقول قال. لو قلتها ميتزو جورنو او ميتزا نوتي زي ما بنقولها بالعربي في منتصف النهار او منتصف الليل يبقى اه. قلتها الساعة 12 الظهر يبقى قال. 12 بالليل كدوديتشي كرقم 12 يبقى قال. طيب يعني خلي بال حضرتك من حاجة، يقول لك فادو مثلا اللافورو نقط اوتو، يقول يا ترى اه الله بوسترفو الله ولا الله مثلا. خلي بال حضرتك من حاجة، انا عندي بعد النقط ايه ساعة رقم 8 ومبدوب متحرك، اختار الله بوسترفو. قال لي لا حضرتك كلمة ساعة بالايطالي معناها اورا وجمعها اوري مفرد مؤنث وأوري جمع مؤنث. عشان كده في الساعة واحدة بقولها أونا ما بقولهاش أونو. ليه؟ لأن الأرقام في الإيطالي هي مفرد أو جمع مذكر أو مؤنث على حسب هي بتعود على إيه. فأنا عندي كلمة أورا أونا عاد على كلمة أورا مفرد مؤنث، يبقى هقولها أونا ومبدوب متحرك تاخد إلا أبوسترفو. طب أي رقم من 2 ل 24 هو رقم جمع، جمع إيه؟ جمع مؤنث. ليه يا فندم جمع مؤنث مش جمع مذكر؟ قال لي لأن عايد على كلمة أوري ساعات، وأوري دي بالإيطالي جمع مؤنث بلورالي فيمينيلي جمع مؤنث. طب الجمع المؤنث ليه كم أداة تعريف؟ أداة واحدة اسمها ليه. عشان كده آه وليه يديني حاجة اسمها قال، وده هنتكلم عليه في حروف الجر المركبة. وبالتالي ما أجيش أقول أوتو مبدأ متحرك أختار الله بوصف. لا يا فندم الله بوصف دي مع الساعة واحدة بس، اه مع ميتزو جورنو وميتزا نوتي، وبالتالي اختار مين؟ الله. تمام. نقطة جيم بيقول لي إذا كان بعد النقط، بعد النقط لازلنا في الجزئية الثانية اللي هي مش بيفرق معايا الفعل المصرف خالص، اللي يهمني الكلمة اللي بعد النقط بتقول لحضرتك أنا باخد حرف الجر إيه. إذا كان بعد النقط فعل في المصدر. يعني إيه يا شباب فعل في المصدر؟ فيربال انفينيتو. قال يعني فعل محتفظ بآري أو بإيري أو بير إن هي المصدرية، اللي هي بتقول لي الفعل ده مجموعة أولى ولا تانية ولا تالتة. زي إيه؟ قال لي زي استودياري يدرس أو يذاكر، زي فيربو مانجاري يأكل، زي ليجري يقرأ، زي فاري سبيزي اللي هي بمعنى يتسوق. قال إذا كان بعد النقط فعل في المصدر يبقى حرف جر من اتنين، يا آه يا إما بير، والاتنين بمعنى لكي أو عشان، هدف أو غاية. يعني أقول إيو فادو نقط منجاري، وأقول إيو فادو in pizzeria نقط مانجاري. انا عندي في الجملتين بعد النقط يا شباب اه فعل في المصدر مانجاري. طيب تخيل كده جه في الجملتين اداني او بير، استخدم ايه؟ قال اذا لم يتم الفصل بين الفعلين المصرف واللي في المصدر اقول حرف الجر اه. ايو فادا مانجاري، انا رايح عشان اكل لكي اكل. فصل بين الفعل المصرف والفعل اللي في المصدر بمكان اقول بير. ايو فادو ان بيتسيريا، انا رايح مطعم او محل البيتزا. بير مانجاري. تاني اقول لك نوي انديامو
نقط لجرة ونوي عنديامو إن بيبليوتيكا نقط لجرة لجر يقرأ. عندي بعض النقط في الجملتين فعل في المصدر. إذا لم يتم الفصل بين الفعل المصرف والفعل اللي في المصدر بمكان أو عموما بحاجة يبقى حرف الجر آه. إحنا رايحين عشان نقرأ. أما إذا فصل بين الفعل المصرف والفعل اللي في المصدر بمكان أو الحرف الجر بير. طبعا مش هتلاقي في الاختيارات أو بير مع بعض. تلاقي اول ما تلاقي فعل في المصدر تدور على او بير. طب ليه الاثنين؟ يبقى اذا لم يتم فصل بين الفعلين المصرف اللي في المصدر بحاجه او بمكان يبقى اه. فصل بين الفعل المصرف والفعل في المصدر بمكان اقول بير. يبقى الجزئيه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها اتكلمنا على ثلاث نقاط فيها، اللي هي قلنا الجزئيه الثانيه يتوقف معنى واستخدام حرف الجر على ما يلي النقاط. امتى؟ لما يكون بعد النقط مفيش مدينه او دوله. مفيش مدينة أو دولة يبقى الكلمة اللي بعد النقط هي اللي هتحدد لحضرتك حرف الجر، تقول لك أنا باجي مع حرف الجر إيه. كلمنا في النقطة الأولانية قلنا إذا كان بعد النقط وسيلة مواصلات. عندي بيدي تقول لك أنا باخد حرف الجر أه بس أيا كان الفعل. ماكينة وترينو وأيريو وبولمان وأوتوبوس ونافي يعني مركب، هتقول لك أنا باخد حرف الجر إين بس بشرط ما يكونش معايا ده التعريف. عندك ترينو ومكينة وأيريو وبولمان وأوتوبوس ونافي وبتشيكليت يعني دراجة، هتقول لك أنا باجي مع كون بس بشرط يكون معايا أداة تعريف. الترينو، التاكسي، لماكينة، لأيريو، البولمان، لأوتوبوس، لنافي، لبتشيكليت. طيب النقطة به قلنا إذا كان بعد النقط ساعة، أي ساعة بقى؟ قلنا ميدز جورنو ميدز نوت، هتقول لك أنا باجي مع حرف الجر أه بس. اونا ساعة واحدة تقول لك أنا باجي مع الله بصرف بس. أي رقم من 2 ل 24 أو أي ساعة جامعة غير الثلاث ساعات دول هتقول لك أنا باجي مع حرف الجر المركب الله. بعد النقط في فعل في المصدر. يعني إيه فعل في المصدر؟ قال يعني محتفظ بالنهاية المصدرية اللي هي آري أو إيري أو إيري، زي فيربو ستودياري وزي مانجاري وزي ليجري وزي فارس بيزي. بيقول لك أنا باخد يا إما يا آه يا بير. طب يا عم إمتى بتاخد آه؟ قال لي لما يكون مفيش فرق بين الفعلين المصرف واللي في المصدر بمكان، مفيش فرق بينهم، مفيش فيصل بينهم بحاجه، اقول اه. في فيصل بينهم بمكان زي ان بيتسيريا اقول بير، او اقول نوي انديامو اليجري، انما اقول منتري ديتشامو او منتري، بينما بنقول نوي انديامو ان بيبلوتيكا بير ليجري. فاضل جزئيه صغيره خالص في حروف الجر اللي هي عندي النقطه الرابعه او النقطه دال في الجزئيه الثانيه، وده بالنسبة لحروف الجر البسيطة. يعني ان شاء الله تعالى يبقى بالنسبة لكم درس سهل جدا على عكس ما الناس بتقول او على عكس ما الطلبة بتشتكي. واي جملة لما تيجي حضرتك تحل لحدد بعد النقط مدينة او دولة بص على الفعل المصرف، مفيش مدينة او دولة، يبقى الكلمة اللي بعد النقط هي اللي هتقول لك انا باجي مع حرف الجر ايه. وناخد الجزئية الاخيرة بحيث تحاول حضرتك تطبق معانا من خلال الملزمة او من خلال الكتيب بتاعنا. ولو في اي استفسار تقدروا تكلمونا من خلال منصة بريفاتو. اشوفكم بعد الفصل، فابقوا معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفصل. اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء. وكنا وقفنا في الجزئيه الثانيه اللي هي بيتوقف معنى واستخدام حرف الجر على ما يلي النقاط، وقلنا ده امتى؟ لما يكون بعد النقط مفيش مدينه او دوله، عندما لا يوجد بعد النقط مدينه او دوله. قلنا الكلمه اللي بعد النقط هي اللي هتحدد لك حرف الجر. طيب الجزئيه ده في النقطه الثانيه اللي قسمناها لاربع جزئيات، قلنا الجزئيه ده بيقول لي اذا كان بعد النقط مكان محدد. خلي بال حضرتك الاماكن دي او الجزئيه دي لازم تتحفظ كويس جدا، لان هي اللي بيبني عليها او بنبني عليها درس حروف الجر المركبه. طيب قول لي عندي في اماكن هتاخد حرف الجر اه انظاري اه، وفي اماكن هتاخد حرف الجر ان انظاري ان. دي لازم تتحفظ يا شباب الجزئيه دي. يعني بعد النقط المكان ده بياخد اه. زي ايه؟ قال لي اه كازا، كلمه كازا بتاخد اه. اه تياترو الى المسرح، او نافيستا حفله،
أليتو يذهب إلى الفراش. الشينما إلى السينما. البار إلى الكافيه. المار إلى البحر يذهب إلى البحر. الريستورانتي يذهب إلى المطعم. البريمو بيانو الدور الأول أو الطابق الأول. وآلو ستاديو إلى الاستاد يذهب إلى الاستاد. والابوستروفو انتر نت بوينت يذهب إلى السايبر. الأماكن دي لازم تتحفظ وهتبقى مع حضراتكم ومترجمة كمان في الكتاب بتاعنا. أول ما الاقي كلمة كازا أختار آ، أول ما الاقي تياترا أو نافيستا أو ليتو آ، تشينيما آل بار وماري وريستورانت وبريمو بيانو آل وستاديو آلو وإنترنت بوينت تاخد الابوستروفو. أندر إن اللي زي أشهرهم طبعا كلمة إن تشنترو وسط البلد. إن تشيتا المدينة. إن فارماتشيا الصيدلية. إن بيبليوتيكا مكتبة. إن لبريرية المكتبة برضو. إن أوفيتشو المكتب ذهب إلى المكتب، مكتب الشغل بقى ولا مكتب أيا كان يعني. إن بيتسيريا مطعم بيتزا أو محل بيتزا. إن باليسترا الجيم أو صالة الألعاب. إن بيشينا حمام السباحة. إن بيشينا حمام السباحة. وإن ديسكوتيكا الديسكو. وإن فاكانسا في أجازة. يبقى أماكن بتتحفظ لازم تحفظ أنداري آ وأنداري إن. يبقى حضرتك أول ما الاقي عندي تاني مدينة أو دولة يبقى لازم أبص على الفعل المصرف. ما لقيتش مدينة أو دولة يبقى الكلمة اللي بعد النقط هي اللي هتحدد لك. عندي وسيلة مواصلات يا آ يا إن يا كن. آ مع بيدي فقط، إن مع وسائل المواصلات بدون التعريف، كن مع وسائل المواصلات بعد التعريف. بعد النقط ساعة يبقى يا آ يا الله بصر في الله. آ مع ميدز جورن أو ميدز نوتي. الله بصر مع أونا الساعة واحدة. الله معايا ساعة من 2 ل 24. بعد كده فعل في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر؟ محتفظ بالنهاية المصدرية اللي هي آري أو إيري أو إيري. يبقى يا آ يا بير ما فصلتش بين الفعلين المصرف والمصدر بمكان يبقى آ، فصلت بين الفعلين المصرف واللي في المصدر مكان يبقى بير. وعندي مكان محدد أنداري آ وأنداري إن. في أماكن بتاخد آ وفي أماكن بتاخد إن. ما تنساش عشان بيجيبها لي دايما أو كتير في الامتحان برضو أنداري دال ميديكو عند الطبيب، أو دال دوتوري عند الدكتور، أو دال دينتيستا اللي هو عند طبيب الأسنان بياخدوا حرف الجر المركب دال. حاجة أخيرة واللي شهور السنة تسبق بحرف الجر يا إما آ يا إما إن. أي شهر من شهور السنة تسبق بآ وإن. وطبعا زي ما قلنا واتفقنا الاتنين صح، فحضرتك هتلاقي واحدة بس منهم اللي تنفع. أما بيقول لي فصول السنة تسبق فقط بحرف الجر إن. إيه هي فصول السنة يا شباب؟ عندي استاتي الصيف، وعندي بريمافيرا الربيع، وعندي اوتونو الخريف، وانفيرنو اللي هو الشتاء. طبعا خلي بالك ان استاتي ده مفرد مؤنث بالايطالي، وبالتالي اي حرف او اي فصل من فصول السنه ياخد حرف الجر البسيط ان. يبقى ده بالنسبة لحروف الجر البسيطة اللي هنبني عليها ان شاء الله تعالى درس حروف الجر المركبة من خلال ان شاء الله تعالى منصتكم، منصة بريفاتو. واتمنى يا رب ان الجزئية دي تكون جزئية كانت سهلة وبسيطة حضرتك طبق عليها. ولو في اي استفسار او اي جملة وقفت قدامك تابعنا من خلال منصة بريفاتو، وهيكون عند حضرتك إزرشيتسي أو تدريبات كتير جدا من خلال الكتاب بتاعنا
مرفوع على المنصة، وأشوفكم إن شاء الله تعالى في حلقات جاية، وخصوصا إن احنا هنتكلم على دروس مبنية على حروف الجر البسيطة، حرف الجر المركب، وظروف المكان، دروس ممتعة جدا لأن هي بنستخدم فيها مخنا وعقلنا لما بنيجي نحل. وأشوفكم على خير إن شاء الله تعالى في الحلقات الجاية. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.